مستمرون مع حضراتكم في هذا المساء، ونتحول إلى غزة. تنضم إلينا هاتفيا الزميلة منى عوكة المراسلة القاهرة الإخبارية. منى، ما هو جديد التطورات على الأرض خصوصا في ظل هذه الأوضاع المهيئة لمزيد من المواجهات على ما يبدو؟ نعم، يعني عمليا يعني كل القراءات تشير إلى أنه هذا الهدوء لا يكمن إلا على غش. عمليا هناك يعني ضربات في خاصرة الحكومة الإسرائيلية من كل جانب، وبالتالي ترجمة ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال معرفة أنه الآن الحكومة تبحث عن أهداف أو تحاول أن تخرج من مأزقها هذا من خلال أو عبر باص. عمليا إذا أردنا أن نحلل هذا الموقف، لا يمكن السيطرة على العمليات العسكرية التي تجري في مدن الضفة الغربية وداخل المحتل، لا يمكن أيضا السيطرة على ما يجري في باحات المسجد الأقصى. تتخذ قرارات والإسرائيلي فرض رؤيته ومحاولة يعني تقييد حركة ولكن فيما يتعلق بكل هذا يعني يبقى دائما وتبقى دائما ساحة غزة هي ربما ضعفا بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، أنه من السهل إذا أرادت إسرائيل أن تفتح جبهة مع قطاع غزة أن تفتح هذه الجبهة، لكن ما الذي تنتظره الآن؟ يعني الجميع يتوقع الآن بأنه الحكومة الإسرائيلية تبحث عن هدف ثقيل من الممكن أن يخرجها من المأزق الذي وقعت به، وبالتالي صحيح. ممكن أن يسقط الأصوات الداخلية داخل الحكومة التي الآن تتهمه بأنه ردوده ضعيفة وبأن مواقفه أيضا لا ترقى لمستوى الأحداث التي تجري. عمليا أيضا دعنا نؤكد على الإشارة إلى أنه الحكومة كل من في داخل الحكومة من مؤيدين لها أو متطرفين وقريبين من نتنياهو الآن يتحدثون عن نقطة واحدة، وهي تكون هناك وحدة في الصف الداخلي الإسرائيلي وأن تتوقف يعني المظاهرات التي تخرج الآن بشكل يومي اعتراضا على ممارسات الحكومة وعلى ما يتعلق بموضوع القضاء. نعم. وبالتالي يعني يذهب بعض المحللين إلى أنه من الممكن أن يكون كل ما يجري الآن في مصلحة بنيامين نتنياهو يتهم طيب منى الداخلي الإسرائيلي. في بعض الأخبار المتداولة، وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت يوجه بتمديد إغلاق المعابر مع الضفة الغربية وغزة بسبب هذا التصعيد الأمني، هل رصدت ذلك الأمر وما تأثير ذلك على حركة المواطنين بشكل أو بآخر؟ نعم، هو فعلا تم تمديد الإغلاق، ولكن الإغلاق بشكل أساسي مرتبط بالأعياد اليهودية. المعابر مع قطاع غزة، المعابر التجارية مغلقة يوم غد. معبر إيرز سوف يسمح فقط للمرضى والأجانب فقط بالتنقل وبعض الحالات الحرجة، لكن لا يسمح للمسافرين بشكل اعتيادي أو حتى العمال بالتنقل عبر معبر إيرز. لكن في هذه الحالات يعني عندما تتوتر الأوضاع مع جبهة غزة يكون هناك قرارات، يعني حتى وإن لم مرتبطا بعيد الفصح، لكن أيضا يكون هناك حالات لزيادة الحماق على أهل قطاع غزة. إنما في هذه المرة هذا القرار تم اتخاذه بعيدا عن قرارات سياسية، هو قرار مرتبط بالأعياد اليهودية، وإلا كان مرتبط بالقرارات السياسية لمنع الصيادين مثلا من الخروج لممارسة عملهم في عرض البحر من باب يعني زيادة الحصار وإحكام الحصار على قطاع غزة. هذا أمر يعني عادة ما يكون واضحا بهذا الشأن. أشكرك شكرا جزيلا منى عوكة المراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.